الملاحظات، غادي نديرهم حوصله تاع الحصص هذو اللي فاتوا، انا كاتبينهم، رانا مزدينهم هما لاويراهم بالورقه ما كلش، انا باش الناس نورو لهم اللي قلنا انتوما بيعوا المقارون، وهذا يقول بيع البطاطا، وبيعوا نعرفوا شنو حضروا، نعرفوا نكتبوا، نعرفوا كلش. هذه هي بعد شوف يقول لك انك ما صادروك نحضروا في الصح. بعد ذهاب المدرب بالفريق الوطني الجزائري وما جرى في غرف تغيير الملابس، حنا رانا حضروا انتوما شهدرتوا تغيير الملابس، حنا باش ما امنيش تصرا في الليبيسيير، وهذا شيء عادي جدا يحدث في كل النوادي والمنتخبات العالمية. وهنا بدأ تكلم بعض أطراف سوء، كانوا سواء كانوا لاعبين قدماء أو بعض الصحفيين والإعلاميين على وجه الخصوص، وبعض القنوات الخاصة منها بالأخص قناة الهداف التي أصبحت مسرح للفتن والتخلاط، الفتن والتخلاط والنميمه وكل انواع ما يعمل الشيطان، وكل ما يعمل الشيطان وابليس، وبقياده رضوان بوحنيكه والمحلل الكبير ومخترع كره القدم الجزائريه علي بن شيخ وماجر وماتام وقندوز وبعض اللاعبين، خليهم ربي وكيلهم خاطش على جايبينهم يدمروا فيهم، واللاعبين قدماء القناة مشان نشوف القناة أين هي كما تقولون أنتم، أين هي القناة الاحترافية الذي يتكلم عنها محمد شيخي باحتراماتي إليه، لاخاطش دافع على الحاج محمد راوراوا الصح، مشان يعطي توسع كاع بيطلعوا الناس ما يغلطوش، عم عندنا ناس يعرفونا تاع تونس وعندنا منا هما مشكورين، بصح مانيش على التواسع كاع، خاطش الصحافي البارح تاع الناطق الرسمي تاع ليكيب ناسيونال تاع مصر تاع تونس شا قال لهم اي كاينه مؤامره، وهو محمد راوراوا شنا محمد شيخي مشكور دافع على محمد على الحاج محمد راوراوا، خاطش عليه لو كان عرف الناس اللي كانوا قاعدين فماك زعامه وعندهم النيف فماك يقاطعوه، بصح هما جاوا معاه وفرحوا خاطش هو كان عارفهم باللي ما عندهمش النيف، وجاو رجاله خويا عيبنا بيناتنا، انت ما كانش تجي تدخل روحك، خاطش انايا مع خويا في الدار بصح برا النيف على خويا، النيف على خويا داخل في الدار النار شاعله بيني وبين خويا، بصح برا كي نخرج النيف على خويا، اما لا ماجر بالشيخ ما نافوش على 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 راوراوا، خاطش على هذاك تونسي وهذاك جزائري، دخلها لهم قال لهم لا ماشي الاتحاديه، شخص واحد وهو محمد راوراوا اللي راه مدخل روحه باش نلعبوا في تونس، يا ودي الشيطان، محمد راوراوا جاب لكم النقط، الضربه تاع قلبي كاسو تاع الكوب ديمون، مالكم، خاطش على هذا الصحفي راه يتفرج وراه عارف شتا كاين باللي ماجر بالشيخ يكرهوا راوراوا، ماذا بهم الناس يعايروا راوراوا. الحمد لله يا ربي لكم تخافوا من الحاج محمد راو، انا نفتخر من تعايروا من تخافوا من الحاج محمد راو راو وتنتقدوا الحاج محمد راو، خاطش علاه يقول لك مادام تصيب بنادم موراك ينقص يهدر فيك عرف روحك تراك برومي، الحاج محمد كيما هكا هو البرومي كاع الناس تشوف فيه، خاطش في القمه وكاع الناس تشوف فيه، ماذا بيا خاطش كاع الناس تشوف الفوق، اما هو راه في القمه والناس قاعد تشوف فيه ماشي طايقين يلحقوا له. لماذا لم نرى في هذه الحصه لاعبين قدماء مثل أدغيغ رشيد وحفاف بالميمون يوسف قادري كمال علواش اللاعب مولودية العاصمة حواش، لماذا القناة لم تتكلم على المرحوم الراحل والناس محمد لاعب مولودية وهران أحسن مدافع، وهو الذي أنهى مشواره الكروي في الفريق السينيا وعمره 44 سنة، خليل عبد الهادي احسن لاعب وهو هداف بطوله 1986 1987، لولا مجيء عمر بالعطوي الى القناه لن يتكلموا عن هذا اللاعب المدعو السيكي، ونحن نعرف جيدا كان السم القاتل لعلي بن شيخ ورابح ماجر وبعض المهاجمين الذين يتكلمون ويتكلمون على بيغولي وعلى ابراهيمي وعلى محرز. الحصة بالمكشوف 100% فوت، المنشط ذو مستوى رديء
وهو رضا أبو حنيفة. ومن هنا اكتشف الكل كل شيء وغير حبس. ومن هنا اكتشفنا كل شيء ونوايا الخبيثة تجاه الفريق الوطني واللاعب المغترب ورئيس الاتحادية. أولا أول سؤال أول نقطة صورة آدم الوناس وهو يحمل قميص المنتخب. السؤال كان موجه لرضا ماتين حول هذا اللاعب. أول كلمة يقول أين هي النجمة في قميص. السؤال مطروح، احنا نطرحه عليك سؤال، لماذا هذا الشخص استدعي إلى قناة الهداف وهذا الشخص نعرف بأنه ذو مستوى ضعيف جدا في تحاليل كرة القدم. هل رضا ماتام فاز بكأس إفريقيا؟ هل يتكلم على النجمة؟ الجواب هو كالآتي، لماذا كان رابح ماجر مدرب للفريق الوطني استدعي رضا ماتام إلى المنتخب؟ لما سئل ماجر قال من ماجر سألوه قالوا له على عيط رضا ماتام في الناسيونال دو عيط له، قال تربطني علاقة جيدة مع أبيه، لهذا السبب رضا ماتام أصبح يدافع على ماجر وعلى النجمة الذي يتكلمون عليها، النجمة هذه يتكلموا عليها. ثاني سؤال لعلي بن شيخ حول تصريحات سفيان فيغولي وخاصة بالمقارنة الأجيال وهو في حالة غضب، يقول نريد من هذا المنتخب الفوز بكأس إفريقيا والتأهل إلى المونديال. يعني فيغولي تكلم قال لهم حنايا زعما قدر وقرانا ملاح، الناس اللي في القناة ما يعرفوش يقراو لونجلي، أيا ترجموها غلط، بالشيخ يدمروا فيها على راسه. قال لهم كيف؟ قال لهم اللي يجيبوا لنا كأس إفريقيا. وهنا نقول للجمهور الجزائري والتأهل إلى المونديال، وهنا نقول للجمهور الجزائري حذاري من هذه الفتن والغرور. هل فاز جيلكم يا بالشيخ بكأس إفريقيا خارج الجزائر؟ هل تأهل جيلكم إلى الدور الثاني في كأس العالم؟ وهل تأهلتم إلى المونديال ثلاث مرات متتالية؟ وهنا نفهم من كلامه إذ أخفق حبس. وهنا نكملوها، يقول لك أنتم هما يحوسوا يديروا ضغط أنت أهلكم دي متك... إحنا رأينا كوب دافريك اللي يكونوا رياضيين اللي ما نشبعوش بزاف، اللي شبعة مور شبعة، مشي في نهار تحوس تشبع قل ست، أنت عندك عندك 20 عام تحوس تشبع قد 50 عام، لا شبعة كل يوم وعندك شبعة كي دايرة، كل يوم وعندك كيفاش تعيش، كل يوم وعندك نهار جديد. إحنا اليوم هاي كاينة قبل الكاليفيكاسيو كوب دي مود هاي كاينة كوب دافريك، احنا جبنا الناس ادم عندنا ناصري عندنا نخدموا المدى البعيد، غادي نخدموا المدى البعيد، غادي عندنا كوب دافريك ما نصلش على دايا كوب دافريك وتاهل خطره ولا زوج خطره الكوب دي موند. بس احنا قلعنا لها الكوب دي موند في 2010، بصح ما راحت نهايه العالم وصايق حبسوا الفوتبال كملوا انتوا كوب دافريك. نيجيريا ذاك العام ما كان يبغى يسمعك ديت كوتيبول ديت كوب دي موند كوب دافريك ماهيش نهاية العالم يا صاحبي. هاو ما خمرت كاميرون مشي مكاليفيا، كاميرون ولا نيجيريا مشي كاليفيا كوب دافريك، كاميرون ولا نيجيريا، المهم فريق بيناتهم ماهيش عندهم نهاية العالم. صايك ما كاليفوش يحبسوا فوتبول يحبسوا صايك ما عندهمش، عندهم كوب دي مود غادي يلعبوا في الكوب دي مود. حنا عندنا كوب دي مود عندنا كوب دافريك، هاي عندنا غادي نلعبوا، لعبنا كونت الكاميرون ماشي نهايه العالم سبحان الله. غانا ومع اوغندا دارت ماتش، مع اوغندا اللي نتوما كنتو تقولوا اوغندا اللي حنا ضربناها بستة ولا مع شحال، نتوما كنتو تقولوا اوغندا دارت ماتش مع غانا، حنا صاتنا لنا اكسيدون في فتره فراغ ثروك نلقاو نيجيريا ان شاء الله بربي، ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ندو 3 نقط ولا ندو نقطة، هيا وتبقى لنا كوب دافريك إن شاء الله بربي نخمو على الكوب دافريك. هاوتو مع منا قال له وراي وزنا قال له هيا لا وراي هاوتي راه الواحد منا من بعد راه من هاوتا تخلي الماكلة اللي قدامك تروح تاكل الماكلة تاع صاحبك ولا خاص تعقلو وبركاونا من هذي. كل واحد يجيب لنا واحد يجيب
واحد جايب لنا ديبلوم، واحد جايب لنا التصاور تاعه، واحد جايب لنا، واحد جايب لنا السليب تاعه، واحد جايب لنا لاتوني تاعه، واحد صحيح صحيح سكتوا، هاو نبقاو نبدا نعايروا فيكم، واللي ما يعرفش فوتبول يسكت يهضر على حاجه وحده اخرى. هذه هي، وتحيه الجزائر، ونهدوها الكريم حنيفي تاع امريكان، وامين شاوشي تاع يسر، وناس بومرداس، وغاشي كاع الصحراء كيما داروا، وغاشي قالمه صحيت خويا، وتصبحوا بخير.